ذكرت مصادر أمنية استرالية رفيعة المستوى أن الإدارة الأمريكية تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في البلاد ABC نقلا عن مسؤولين كبار بالمخابرات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون جاهزا لشن ضربة على إيران. وأضافت ABC أن قاعدة باين جاب السرية في الإقليم الشمالي وغيرها من المرافق الدفاعية الأسترالية يمكن أن تلعب دورا في تحديد أهداف الضربة، لكن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترينبول قلل من أهمية التقرير واصفا إياه بأنه مجرد تكهنات.